فطر سعيد وتحية طيبة لكل مشاهدينا، وأكيد منعيدكم 30 يوم بهالشهر الفضيل، كانوا حلقات حلوة. طلعنا عليكم من هيبر ماركت سيتي سنتر كارفور الحزمية، وأكيد كانوا حلقات حلوين. فعلا كانت متعة التسوق خلال شهر رمضان بكارفور وطبعا على مدار السنة. كمان ضيفتنا اليمامة اللي كمان طلت عليكم بإطلالة حلوة كتير بمنتوجاتها الطبيعية وطبعا بالجودة الممتازة اللي تمتاز فيها اليمامة. وكمان اليوم ضيفتنا الفنانة برنادت حبيب، أهلا وسهلا فيكي. أنا كتير مبسوط، فرحت كتير كبيرة. أول شيء أنا بدي أقول لك شغلة، بدي أعترف شغلة قدام المشاهدين، إنه قبل ما أتعرف عليك من كذا سنة، أنا تعرفت عليك من سنتين ثلاثة تقريبا، كنت حبك، كنت حب تمثيلك، حب تواضعك، حب جرأتك بالتمثيل. انبسط بس أحضري، وأنا إلي الشرف هلا إنه أنت اليوم موجودة بتاني يوم عيد الفطر، موجودة طبعا باستوديو، أو فينا نقول بكارفور وليس في استوديو، بكارفور معودين على الاستوديو دايما. ولا أطيب. برنادت أهلا وسهلا فيك. أول شيء أنا بدي أتشكر دعوتكم الكريمة، وكتير كتير مبسوطة اليوم إنه أنا معك بهيدي الحلقة المميزة. بدي أقول للمشاهدين كل عيد وأنتم بخير، إن شاء الله يا رب يكون هالشهر مرق بخفة ظل عليكم، ما تكونوا تعبتوا من الصيام، وأكيد مع وجبات وأطباق الشيف ريشار مفروض تكونوا يعني تنوعتوا كتير، ويكون كمان الأشياء كانت سهلة الهضم وان شاء الله اليوم وسهلة التحضير. هيدا اهم شيء خاصه للنساء اللي بيشتغلوا. واليوم انا كثير محمسه كثير لشوف شو بدك تحضر لنا، لانه للي ما بيعرف يعرف انا حدا كثير بحب الاكل وكثير شاطره بحب بطني بطبخ، ولكن شاطره بالطبخ كمان برنادت؟ شاطره بالطبخ، يعني في كم طبخه محددين بعرف اعملهم، بس ما بتفزلك بالطبخ، يعني ما بقول انه اذا شيء صعب ما بجرب اعمله. حلو كتير. لا كان نحن من وراء برنامج ولا أطيب نحن مستعدين نعلمك الطبخ كما يجب، مثل ما بقولوا بدروس خاصة. نحن ما عندنا مشكلة بالعداد. هذه مفاجأة لك بتاني يوم العيد، عيد الفطر. هيدي عيديتي بالعيد. لكن نحن مشاهدينا، بما أنه اليوم ضيفتنا الممثلة برنادت حبيب، بدنا نبلش نعلمها. أول درس هو طبق شوربة الهليون. طبعا هي هالشوربه الطيبه الشهيه غير شكل كريم فريش وهيك اشياء. ايه طبعا. هلا في كريم فريش، هي طيبه. انت بتحبي الاكل الدسم؟ انا بحب كل شيء دسم. انت جسمك سبور يعني، وكل شيء صحي ما كثير بحبه بصراحه. وانا مثلك، انا بحافظ على برستيجي ما بضعف. وانا بحب هيك يكون، يعني وقتها بدي اكل استمتع انا وعم اتذوق الاكل. صح. يعني يا بحب الحلو حلو والمالح مالح، نص نص هيدا ما بحبه. ما في انا يعني أنا يا دسم سوبر دسم. يعني بده سمنة حط سمنة، بده زبدة حط زبدة، قوي قلبك وتحاش. ما هيدي هي، ما هيك شو في ورانا. عظيم. لكن مشاهدينا بدنا نشوف الطبق الأول اللي هو شوربة الهليون. كيف نعملها بطريقة سهلة وسريعة؟ خلينا نشوف المكونات. مكونات شوربة الهليون: كرات عدد 2، كرفس عدد 2، مرقة الدجاج حسب الحاجة، هليون معلب عدد 1، كوب كريم حيواني، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. شوربة سهلة كتير. بتعرفي برنادت اليوم الكرات والكرافس، عندنا اليوم الكرات اللي هو بيجي مثل البصل الطويل، نحن أكيد كله مغسل، كله معقم، وكله من بعض الكارفور للي فعلا بضاعة بيرفع فيها الراس. متعة التسوق بهالمول الكبير، يعني فعلا مساحات شاسعة، بيمشي واحد أول شيء بيعمل رياضة، شو ما بدك بتلاقي أرخص الأسعار وشيء مميز جدا. لا بصير الواحد مثلا فايت بده ياخذ غرض بياخذ 10، مزبوط. ما بيناسبني ابدا. لا بس بتوفري على حالك لبعدين برنادت. لا اكيد. هون نحن طبعا ننتبه دائما بالفرن الكرات والكرفس اللي هن بوكي جارنيه او مواد عطريه، حتى نستعملهم بقلب الشوربه. شوفي سهله، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 انا هولي بدي فيهم 10 دقائق لافرمهم. لا نحن معلش بنعلمكم نعطيكم الباز برنادت، حتى دائما يكون في عندنا هون الكرات والكرفس. حمينا الطنجره قبل بوقت، وانا هون لاخذ ملعقه خشب. بدك تحرك عنك؟ بدك تحركي بحركي. يلا اعطيني يلا. ها بهالطريقه
حطينا هون الكرات والكرابس و منحركهم. اسم الله عليك مبينه ست بيت. ايه شو لك؟ هالشكل يعني. ها اليوم طبق شوربه الهليوم من ايدي. ايوه عظيم. وعندنا هذا الهليوم، الهليوم المعلب. هلا اذا عملنا طازه بيمشي حاله اذا حطينا طازه، بس الطازه بده وقت يستوي، الهليوم بيكون مستوي وما بياخذ معنا وقت كثير. اذا حطينا طازه لازم نسلقهم قبل؟ طبعا. او هلا او بتسلقهم وقت اكثر بسلق الشوربه. اذا سلقتيهم بتسهلي عمليه الشوربه، واذا ما كانوا مسلوقين بخليهم وقت اكثر يعني. بس اليوم بتنحصل على شوربه سريعه، في عندنا الهليون مسلوق جاهز اسرع واوفر اذا بدنا نوفر. اوكي. هون انا رح اضيفهم بياخذوا نكهه الكرات والكرابس. على فكره الريحه بتشهي. ايه هون طبعا تحريك مستمر من كل الزوايا برنارد. وكمان بحب لكم دائما على طول انا وبرنادات بنلتقي ببرامج على غير ما تلفزيونات، بتطلع برنادات قادي حدين، يا بيكون دائما سبحان الله. وحتى كمان زارتني بالمطعم اللي طبعا انا بستلمهم واطيب اكل. واطيب اكل، هي ما في شك. انا هون رح ضيف المرقة الدجاج. مرقة الدجاج، وطبعا بدنا نحط الملح والفلفل. هون اولا لا هيدا شيء هون كله تكنولوجيا سبيشال. بيطحن الملح والفلفل بنفس الوقت لنحصل على نكهة البهارات المطحونة طازة. على فكرة أنا بالطبخ عادة وقت بعمل يخنة بستعمل الملح الخشن، ما بستعمل الملح. برافو عليك. اليوم حتى إذا كنا عم نشوي ستيك أو بفتيك أو أنتركوت أو أي نوع سمك، في الملح الخشن الناعم، مش الكبير الكبير للكبير. إذا رشينا على الستيك مع شوية زيت وهالبهارات المطلوبة، أنت عم تاكلي شقفة ستيك برنادات بتحسي هالملح عم بيقرش تحت أسناني بطعمة طيبة، يعني الأكل ذوق يعني يا جماعة. تفهم لي راسي. خلص. ففعلا هول الملح الخشن الرفيع الناعم، نحن عم ناكل شقفة الستيك بنحس فعلا هيك بلزة بالأكل بيقرق شيء طيب كثير. طبعا نحن هون الكرات والكرفس والهليون اللي حطيناه هون مع مرقة الدجاج، هلا بستغلي شوي بنضيف الكريمة وبنطحنها بالهاند بلندر. الهاند بلندر اللي هي طبعا شفرة بتنعم بلا ما نقعد نفضي ونشيل ونحط، سهلة التحضير بقلب الطنجرة. بزت 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 وخلصي. عظيم. لكن هلا بهالوقت مشاهدينا، بما انه أول طبق حضرتنا برنادات حدايب الفنانة، طبق شوربة الهليون أو كريم داسبيرج، رح نشوف الطبق الثاني. الطبق الثاني هو كمان سهل وسريع، قريب يعني ممكن نستعين فيه ستروغانوف. ستروغانوف مع الدجاج. خلينا نشوف مكونات ونرجع معكم. مكونات دجاج على طريقة ستروغانوف: بصل عدد 3، فليفلة عدد 2، كوب فطر، صدر دجاج عدد 2، أرز مسلوق، مرقة الدجاج حسب الحاجة، ملعقة كبيرة نشا مذوب بالماء، ملعقة كبيرة بابريكا، كوب كريم حيواني، كبيس خيار عدد 2، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. وعودة طبعا مع بنادات، بنادات حسب ما قلتي لي انه بتحب كثير الصوص بلونش. صح. ما بتزبط معك ابدا. خلص انا الطحين بجبل دايما. ما في هون، اول شيء بده يكون حليب سخن والروس سخن، يعني الزبده والطحين بتذوبيه، ما بدك تكتر كثير طحين، وتضيفي الحليب الساخن و... انا بحط الزبده وبعدين الطحين. زبده بعدين طحين وبتكتر كميه وبتحط حبس بتقعد بتعذب بعدين. هيدي الصلصه اذا ما عملت مزبوط بتعذب على فوق، بتحسي حالك انه الطبخه مش عم تزبط، بتزيد وبتحطي وبتشيلي وبتصير هي تعجن بزياده. هي كثير سهله، مشان هيك فضل اجي لعندك على المطعم اكلها. خلص نحن بالخدمه، بس بدك تكرم عينك عند تروى بنادات. بما انه نحن هلا نحن شو رح نعمل بنادات؟ رح نبلش نفرم البصل. يلا خليني انا اوقف هون. يلا نحن طبعا الدجاج اللي موجود عندنا هون هو اصولا ستروغانوف، في كثير ناس بيعملوه بعده وصفات، بس نحن هون رح اعطيكي طرق سهله وسريعه. برنا عندنا هون نحن الدجاج، اهم شيء البابريكا الحلوه، في ناس بحطوا له كاتشب، ما بده كاتشب. بنحط هون كمان الملح والفلفل، اوكي. عندنا كمان هون زيت نباتي،
ونرجع نخلط نخلطهم. هيدي النقعة لازم بالأقل أقل شيء لازم تكون ساعتين، أو إذا من عشية مثلا من عشية لثاني نهار كثير منيح. لكن لحظة كيف اللون الأحمر للدجاج أو للحم إذا كان في عندنا لحم. أوكي هون صار عندنا هالطريقة، ليش نحن بنلبس كفوف؟ ليضلوا إيدينا نضاف لسهولة الاستعمال. لسهولة الاستعمال. بنرجع هون بنضيف هلا هيدا لون البابريكا، لون البابريكا والملح والبهار. هلا كمان في عنا رشه هون اوريجانو شوي حتى هيك لتفي صغير على الخفيف لانه كثره الاوريجانو بمرمر. اه اوكي عظيم. هلا هون احنا تعليمه جديده، بدنا نحمي طنجه دائما تيكون عندنا مثل ما بقولوا الشغل سريع. انا رح اضيف شويه هون شويه زيت. هلا هون بدنا انا بدي افرم البصل والفلافله. دائما البصل بس بدنا نفرمه ايدينا هيك حتى ما نقطشه. اوكي والسكين لازم يكون كبير بس يكون مسنون منيح. اذا السكين ما كان مسنون بيأذي. هون نحن اوكي هلا فهمت. هيدا ليكي اكتشفنا السر. يس حتى لو بغمض عيوني ليكي كي بطريقه بهالطريقه حبيت. لا ونحن نقعد نتعذب وهيك 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 بتعلوا القلب بهالطريقة. بتقعدوا على البصلة قديش؟ عن جد مش معقول. أنا ما بعمل تبولة من ورا الفرن. عظيم. هون نحن بدنا نفرم كمان الفلافلة لأنه الفلافلة كمان بتاخذ وقت بالتحمير فبنسقطها مع البصلة. لحظة عظيم. هون شفتي كيف؟ هون دايما هالطريقة حتى ما نعمل صوت فينا نفرم بهالطريقة. نايس. يلا أنا لحطهم على النار. مش معقول ريحة الفلافل شو طيبة؟ ايه طيبة وغنية بالفيتامين سي كمان. ولا هون رح ضيف كمان الفطر قبل ما نروح لفاصل. هيك بيتقلوا كله مع بعضه البعض. هلا فيك تقصيها بالنص، فيك تعمليها مربعات، فيك تعمليها بهالشكل. دائما هي بس واحد بيتعود طبخة ما بدها شيء، أنا خلال 10 دقايق الطبخة بتصير جاهزة. مش شيء قليل من غار منكم. ايه فيكي بيجي كل شيء الاكل على الهي. نحن هون ولا بنحطه بالصحن ومسكه. صار عندنا هون لكن بصل وفلايفلي وفطر. فطر واكيد بدنا دات. انت شغلتك كثير تعبت حركي يلا لا شفتي هون لكن فنانتنا بدنا دات حدايم للي اليوم فعلا حركت طبق الشوربه وعم تحرك طبق الستروجانوف. بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل وبعد الفاصل رح نكافي معك. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا وطبعا ضيفتنا اليوم بنت حدايب اللي هي ملكة الطبخ. يعني اليوم عم تعمل أول تريننج بعتقد يمكن أول مرة في المطبخ بنت ملكة التحريك إذا منيح عم نفضي هول الدجاج لو سمحت للستروجانوف اللي نقعناهم غير شكل بنحركهم. كمان بدنا نذكر انه ضيفتنا كمان عم تعيد معنا اليمامه. اليمامه اليوم اللي عيدت معنا 30 يوم شهر رمضان اللي كانت فعلا فرحه كثير كبيره لستات البيوت اللي استعملوا منتجات اليمامه. فعلا هالمنتجات الحلوه المهمه وطبعا هالمنتجات الطبيعيه من دون مواد حافظه وطبعا الأرز ورب البندورة والطحين والمزهر والموارد وشراب الموارد وشراب المومنتو اللي هو طبعا الفراولة والتوت وكمان حبات الذرة. حبات الذرة اللي هي طبعا حبات اللون باللون الأشقر وكمان هون عندنا مزهر والموارد وطبعا صويا صوص. عم تشوف على الشاشة هالمكونات فعلا هالمنتجات الرائعة من اليمامة والفطر. الفطر المعلب بالمرطبين الإزاز والدبس الرمان وكمان رب البندورة ما ننسيه بالأحجام المتعددة. اليمامة عنوان واحد، ثقة جودة نوعية. وبكل فخر أنا بقول كان شهر رمضان مبارك مع منتجات اليمامة وأكيد على مدار السنة منصحكم تجربوها وتدعونا بالخير. وتعودة إلى الفنانة بيرنا برنادت أو بيرنا بتحب نعيط ليك؟ حيالله ما بتفرق. شو طبخ دي وحياة عيني. شو أطيب أكلة بحبها عصام من دياتك؟ عصام طبعا جوزة لبيرنا.
أطيب أكلة لك خبرك خبرية أو ما تجوزنا. نعم. بعرف إنه بحب الورق عريش. ورق عنب. عظيم. أنا ما بحياتي لفت 2003 صاحبتي قلت لها بتعرفي تلفي بتعلميني؟ قال إيه. إجت. أوكي. قعدنا كل قبل الظهر نلف ورق عريش. حلو. إجا عشية. إيه. بده يتعشى. حطينا له ورق العيش وأنا هيك مبسوطة وشايفة حالي وأنا لافة يعني تعبانة فيهم. يا ويلي. إيه قام قال لي عملتيهم بزيت ما كان فيك تعمليهم لحم. هيدا كان أول مرسي. هيدا يعني. كان أول. خلص بدي أقول أنا لعصام عصام ما تعتلهم. رقمي مع بيرنا بتاخد رقمي بتتصل واحلى طنجره ورق عنب باللحمه على ذوق مع كاستاليتا وكوسه ولبن غير شكل. لا بلا الكوسه بلا الكوسه ما بياكل ما كوسه لكن خلص ورق عنب خلص احسن احسن احسن. وفر عليك نقر. ايه بالضبط. انا هون رح ضيف الكريمه على هالشوربه الطيبه. لاحظنا انه اليوم هالشوربه شوربه الهليون للي حطينا للكريمه صار جاهزه بدنا نطحنها وبدنا نسكبها. شفتي الكريمه بس تغلي شوي بالاخير دغري بتصير. لاحظنا هون نحن بيننا حطينا مرقه الدجاج. هلا هي اصولا لازم نحط ديمي جلاس او البراون صوص بس كم سته البيوت ما رح يجيبوا عظام ويقعدوا يشموا بالفرن ويسلقون الا طريقه معلميه يحطوا مرقه الدجاج. واكيد من بعد ما تغلي رح نضيف لها نحن النشا او طبعا الكريمه ومن ثم النشا والكبيس. ليش الكبيس؟ لانه الستروغانوف الاصليه بيحطوا لها كبيس مفروم مثل الشعر تعطيها هالطعم الطيبه من حيث اللذه. شويه حموضه ولا شويه حموضه وقرشه هيك تحسي هالقرشه الطيبه فيها كمان. هون الشوربة نحن عم تغلي. أنا كتير مبسوطة اليوم إنه الطبق دجاج لأنه أنا دجاجيتيريان. يعني أنا من المأكولات المفضلة عن جد. حلو. بين اللحم الحمراء والدجاج والسمك بفضل الدجاج. حلو. فاليوم حأكل حأخذهم معي على البيت. كلهم بكرة عصام الغداء ستروغانوف شوربة ما تنسى يعني بكرة كمان بكرة بكون خلص عيد بس ما بيأثر. بيننا هي طبخت لك إياهم ومجهزت لك إياهم. ما في سورتي. ما في صورتي. شو عندك اولاد بلدك؟ عندي بنت وصبي لولو وجاد. لولو نايس نيم. لولو عمرها 12 سنه. بسم الله نوجه لها تحيه. هاي لولو. وجاد 9 سنين. هاي جاد. هاي مامي. مين اشطر بالدرس لولو وجاد؟ لا اثنيناتهم شاطرين. هلا جاد اسرع. جاد اسرع بالدرس. اوكي. لانه بده يلعب بخلص بسرعه. لولو على مهلها بتاخذ وقتها رايقه. رايقه مثل امها هيك هي. مثل امها ما فيني اوعدك يعني. انا اطير وفرقع يا ابو شعر. اطير وفرقع يا ابو شعر. فوالا نحن رح نضيف لها شويه اوريجانو وطبعا رح نضيف لها الكريم. يا سلام. يعني اليوم انا بشوف الصوص بلانش. يعني اليوم بخصوص نحن من بعد شهر رمضان اليوم ثاني يوم عيد الفطور يعني فينا نقول وختمها. مسك معك يا برنادات قديش هالبارح كانت الحلقه حلوه كثير مع الفنان مروان شمي. بنوجه له تحيه كان مولعه كان بهي الصوت الحلو. بس كمان انت اليوم ولعتيها بصوتك الناعم بهضامتك بمحبتك. تسلم. هي من محبتك انت. وانا دغري ثاني يوم قالوا لي شاف مين بتحب تجيب قلت لهم انا برنادات حداب. كان اول اختيار اسم على اسمي. حبيبه قلبي هون عم نحركهم هلا بس يغلي شوي. قال لك صار اللون الاصفر من شو؟ من الصوص الدجاج ولا بابريكا؟ ومن الدجاج والقصص. ما نحن بدنا نعطيها اللون للسوغنوف. ما هو كل ما كانت ملونه كل ما كانت هيك بتشهي اكثر. صح صح. ونحن هلا بهالوقت بدنا نطحن بالهند بلندر. هيدي ما بتطرطش هيك و يا ريت بتخبى. لا 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 هيدي غير شكل. ها رح تشوفي كيف هون. لانه هيدي مكنه اصليه. هون عم نطحن نحن الاسبرج نطحنها تحت النعم الهليون. فيني جرب فيني جرب. يلا يلا ها تلعب شوي بدنا تلعب شوي. لا سوري. ها سوري. يلا ها نلعب هون. خليني العب شوي. هون شفت بلشت حالي. برافو. شفتي كيف الهليون بلش ينعم؟ هيدي منيحه. اذا شي مره عم تعملي بيشاميل وبرغلت معك بتجيب الهاند بلندر وبتطحنيها بتنعم تطلع نعمه. ما انا بكره بعطيكي اسرار كثيره بالمصلحه. مع انه انا ما عندي اسرار. اسراري كلها مفضوحه للمشاهدين لانه بتركهم هيك سوفينير تذكار. ما هو المشكله انه انت لما بيكون بروجرامك عم ينعرض نحن يا منكون بالتصوير يا اما بنكون عم ندرس انا يعني من جهتي انا. فبالتالي برايفت ليسنز بيدفعوني كثير. فيك تفوت على اليوتيوب. يوتيوب ولا اطيب كل الحلقات موجوده. بس طبعا في ناس عندها شغل يعني انه واحد ياخذ درس هيك شخصي. ايه ولايف بفوت على اليوتيوب بيحضر على الكاميرا. بس شو ثاني هم اليوم بنادات؟ ما انت هلا خلص بس شفت شو معك بس بدك الو شفت عم بخلى اليوم شو بدك اكثر من هيك؟ شفتي كيف صارت؟ صار جاهزه. واو. يلا يعني بهالوقت ها؟ فوالا رح نسكب هالشوربه. شوفي هالشوربه شو شهيه. فوالا فينا ندوق فينا ندوق. اكيد اكيد. شوفي ريحتها شو طيبه. هلا هون رح نسكبها. شفت السميكه طبعا.
واكيد نحن هون في عندنا الستروغانوف بلشت تغلي. هلا انا شو رح اعمل؟ كبيس. قبل الكبيس هيك بدنا نقطعه دائما على الخشب الخضراء او سكين يكون. لاحظتي كيف عم نعملها ترونشيت رفيعه؟ هلا هون عظيم، هون فينا نعملها بشكل الشعر شعيرات بهالشكل. شفتي كيف بهالطريقه؟ حتى بالاخير نقدمهم حتى على وجه الطبخه او بقلب الطبخه بس نطفي عليها النار. ليك انا اليوم رايحه اجرب هيدي السكينه هيك واذا ما زبطت يا ويلك يا رجل. انا خايف انه بس بدي احط شوي نشا حتى تعقد شوي. شوي ايه بالضبط. ها شوي فوالا حتى بس هلا النشا احسن ولا الكورن فلاور؟ ما هي زيتها، هي زيتها النشا بالعربي، كورن فلاور لا بس النشا بيجي هيك اسماك والبودر الكورن فلاور بيجي يعني نو هي الافضل من هيك هو الاميدون، الاميدون احسن الاثنين. اوكي ما هي زيتها اميدون كورن فلاور النشا. لا بس عن جد النشا انا بشوفه بيجي مثل هيك بيبقى جامد. ايه مزبوط. ايه بس الكورن فلاور مثل الطحين، مثل السكر الناعم. ما هذا الطحين بس بيكونوا ضحنينه يعني؟ نو ما هو مثل الطحين، لكن نحن حطينا له مي وهلا سقطنا شوي. كيف شدت دغري؟ شفتي كيف صار عندنا السماكه المطلوبه؟ واذا لقيتيها رخوه كثير شدت كثير شو بتعملي؟ مرقه دجاج او مي. فوالا ما هيدا الطبخ، الطبخ حياه، بدك تعطيه حياه تنبضي معه، ينبض القلب معه، عرفتي كيف؟ وبهالوقت وبهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد قليل. وعودة من بعد الفاصل وطبعا ختمها مسك واخر نهار من يوم عيد الفطر مع الفنانة بنادات حداب، اهلا وسهلا فيكي. كمان رفقتنا ب 30 يوم اليماما وطبعا الكارفور، كارفور هيبر ماركت سيتي سنتر حزمية، متعة التسوق. هلا هو دائما على مدار السنة بس كان رمضان حلو مع الكارفور وكان طبعاً حلو كثير مع اليماما. قبل كل سنة طبعا نحن، بس هون نحن رح نعمل الحلو، الحلو الكليج. كليج يا طبعا هون مثل ما شفنا عندنا هيدا الكليج. فوالا نحن هيدي الكليج نحن فينا نجيبها خالصه، بس دائما انا بنصح ستات البيوت يحطوا ورقتين فوق بعضهم، مش يستعملوا وحده لانه وحده بتكسر. بهالوقت بدك تتعلمي كيف او بتسبي او بعدين بتشتغل بالاخر. لا انا ليك حاسكب وعيني عيني عليك. رح انطر رح انطر اوكي اكيد. ايه بس ما بوعدك اني ما زرزب. يلا كمان هذا كله فحص لانك اليوم يا رب ترحمنا. دائما بس تسكبي برنا غطيها بالصلصه وارفعي ايدك. لحامي كيف طريقه كمان ولا. هاي للمشاهدين شو في شي صوص عنا سميك. ايه. بس نحن بنسكب دائما غطيها هيك بتقطش معك فوالا. وهيك هون عندنا هالطبق ستروغانوف. اعطيني اعطيني انا جرب. طيب هذا الصوص البيضاء فوالا. يس عظيم. بحطها هيك داير من دار ولا بخليها على فرد هلا بتحب تزينيها بشي فليفلي كذا، بس اليوم هيك يعني نحن حبينا نعطيكي فكره ستروغانوف. اي فوالا سا سوفي. تري بيان تري بيان والف صحتين طبعا. طوب طوب الملائكه طبعا. رح نشوف المكونات. هذا الطبق الثاني هون طوب الملائكه لانه اليوم الملائكه كرمالك بيحرسوك يا بنادات. ان شاء الله بيحرسوا كل العالم يا رب. كل العالم. خلينا نشوف مكونات طبق سهل وسريع جدا. مكونات طوب الملائكه، ورق كلاج عدد 3، نصف لتر حليب فاتر، نصف كوب فستق حلبي، نصف كيلو قشطة، زهر الليمون للزينة، وقطر حسب الحاجة. أكيد ورق الكليج مشاهدينا مثل ما ذكرنا إنه يوم نحن عندنا ورقتين بهالطريقة، عندنا حليب فاتر أو حليب سقع بنعملها بهالشكل. نحن بنسقطها طبعا الطاولة نظيفة. نحن حاطين موارد اليمامة بقلب الحليب قبل بوقت، كمان حطوا موارد اليمامة وشوية سكر إذا بتحبوها حلوة، بس نحن بما إنه إذا بدنا نحط سكر ما بدنا نحط قطر، بس انا لحط قطر حط اصبعي لا بتصير كثير حلوه بتصير كثير حلوه برنادين. هون نحن بهالشكل رح نضيف القشطه. هيدي طوب الملائكه بتنعمل وتتاكل دغري لانه فعلا هي حساسه جدا. هون بنعملها بهالشكل نكبسها ونسكب اول وحده. شوفي هيدا الشكل شو حلو. نرجع بتتاكل نيه بتتاكل نيه. ايه نعملها واحد اثنين نرجع ثلاثة من هون بنسقطها بالحليب المسقع يعني شوي سخن على الخفيف فاتر 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 بنغطسها حتى تشتش مثل ما بقولوا تتطرى تتطرى. برافو برافو برافو. ها شفتي كيف طوب الملائكة بلشت تطرى والقشطة هون موجودة عندنا
قد ما بدنا فينا نحط كمية، نرجع من هون من هالميلات بهالشكل، نرجع حطها ونكبسها بهالطريقة، شكلها كتير حلو. فينا نحطها بكاسة شكلها شهي. وأكيد هون نحن زهر الليمون، أول شي بدنا نحط فستق حلبي ومن ثم زهر الليمون، دائما بضوي وبيعطي لون شهي. وأكيد ألف صحتين، قبل صحتين أنا حط لها كمان عطر. عطر هلا إذا حسب الحاجة لإلي بدك تكتر. ها رح كتر حسب الحاجة، خلص رح كتر قد ما بديك يعني فعلا. ها مثل ما شفتي طبق الحلو اليوم مع أطباقنا الشهية، الدجاج على ستروغونوف مع شوربة الهليون، وطبعا طب الملايكي. طب الملايكي ان شاء الله بيلبسني وبيلبسك طب الملايكي، لانه فعلا نحن ملايكي بالنهايه، ونحن كمان بنهايه شهر فضيل وبعيد الفطر. مزبوط يعني لازم يكون في ملايكه، اكيد الملايكه مسيطره موجوده دائما. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا مضيتوا معنا خلال شهر رمضان المبارك حلقات حلوه، فعلا تمتعتوا بهالاطباق الشهيه واللذيذه، استفدتوا منها. بدي اقول شغله، انه هون انا شكر خاص لوسام عوض دائما اللي كان يكتب لنا سكريبت، يسهر معنا بالليل لساعات متاخره تيامن لكم الروستات. فكمان شكر لفريق العمل، فريق العمل شكرا كمان لفريقي اللي بيشتغل معي. بدي اعيد جميع اصحابي، بدي اعيد برنادات واهلها، بدي اعيد اهلي، بدي اعيد اصحابي بالخارج، كل العالم، المشاهدين جميعا جميعا ينعاد عليكم يا رب. ان شاء الله تكون سنه خير وبركه، امين يا رب تكون في سلام، ننطلع على سلام جديد ودائما ولا اطيب. ننطلع معكم للموسم الثامن وبنجاح. بتحب تزيدي شيء برنا؟ بس بدي اقول انه كل عيد وانتم بخير، وان شاء الله يا رب هيدي السنه مثل ما قال ريشار تكون سنه سلام لكل المنطقه العربيه ولكل العالم، للمسلمين خاصه والعالم أمين. عامه. امين. شكرا لكارفور طبعا، ل 30 يوم نحن وكارفور متعه التسوق، ودائما على مدار السنه افضل الاسعار وارخص بكثير. وفعلا شكرا لليمامه، هالمنتوجات الطبيعيه الحلوه كثير، هيك بتغنينا دائما بنكهتها المميزه. وشكرا لمخرجنا الاستاذ محمود ماجد، وشكرا كمان للبروديوسر دارين شمس الدين اللي كان دائما هن وراء الكواليس ليوصلوا لكم الصوره الحلوه، ولفريق العمل جميعا. والى اللقاء بموسم جديد ان شاء الله، بالموسم السابع ان شاء الله، بطبخات جديده واشياء مميزه طبعا، وبكل فخر ولا اطيب هو منكم ولكم. الفنانه برنادات حداب بدي اتشكرك، بدي اتشكر هالزياره الحلوه اللي قمت فيها باخر يوم من رمضان، اليوم الثاني يوم من الفطر يعني طبعا. بدي اتشكر ابتسام الحلوه، وبدي اتمنى لك التوفيق بحياتك ومسيرتك الفنيه طبعا بالتمثيل، انت انسان مميز جدا. شكرا برنادات حداب، شكرا لك، شكرا وشكرا لكل المشاهدين، والى اللقاء. باي.